ومعنا عبر الهاتف الدكتور علي الشعيبي استاذ الاعلام في جامعه الامارات. حياك الله دكتور. مساء الخير دكتور. مساكم الله بالخير يا ابنائي الطيبين، ومساء الخير لكل اعزائي المشاهدين متابعي هذه القناه. حقيقه هي اخبار مفرحه ومفرحه. نعم. هذه دبي. نعم دكتور. من خبر إلى خبر. نعم. ومن إعلان إلى إعلان ومن تفوق. نعم. إن شاء الله إلى تفوق ووصول دائما للعالم يا دكتور، يعطيك العافية. ودعنا نقول من إبهار إلى إبهار. نعم. هذا هو إبهار محمد بن راشد دائما. نعم. يعني 23 سنة أو 22 سنة منذ أن انطلقت هذه الفكرة، ودبي تقدم للعالم نموذج تهفو إليه القلوب وترنو إليه كل الأفئدة. نحن الآن في مدينة عالمية. نعم. مدينة تستقطب كل الناس، مدينة تقول نحن المستقبل. حقيقة من يتابع إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يصاب بالذهول. هذا القائد الخلاق، وليس المدير الخلاق، ولكنه القائد الخلاق الذي لا يستطيع اللحاق بطموحاته ورؤيته للمستقبل. سوف يجعل من دبي ومن الإمارات محط قلوب الناس. وطبعا نحن هذا التحدي هو تحدي مستقبلي، تحدي رقبي كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. لهذا وهو يراهن على أن المستقبل سوف يكون مستقبلا رقميا، ودبي والإمارات جاهزة لهذا التحدي. نعم. بقيادته هو وبفريقه الذي يضم نخبة من الشباب الفاعل والمؤثر، شباب طموح، ولكن أهم من ذلك هو القيادة القادرة على إدارة دفة هذه المسألة نحو المستقبل. صحيح. نحن نعم. طيب. نعم. الأمر مهم طبعا عبير، يمكن نفوت أهم شيء في القرار هو تشكيل اللجنة اليوم برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد نفسه، يعني بشكل شخصي ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن يكون هو القائد لهذه المرحلة. وهنا طبعا وهنا الإشارة الذكية، القائد شاب ولكنه يعني يستلهم كل التجربة الأساسية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ومن ثم يحولها إلى برامج عمل لصناعة مستقبل دبي ومن ثم مستقبل الإمارات. هذه الطاقات الشابة الواعدة، منها العلماء، فيها العلماء وفيها المبدعون وفيها المدراء وفيها مجموعة من لنقول الشباب القادر على رؤية المستقبل ورؤية التحدي، ومن ثم وضع الخطط ووضع البرامج وإنفاذ هذه البرامج لتكون دبي والإمارات محطة عالمية في الاقتصاد الرقمي. صحيح دكتور علي، يعني تضمنت اللجنة أيضا شخصيات بارزة وفيها كفاءة مثل معالي عمر سلطان العلماء وسعادة هلال سعيد المري وسعادة حمد عبيد المنصوري وسعادة خلفان بالهول وسعادة أحمد بن بيات والسيد مالك آل مالك والسيد عارف أميري، مما يبشر يعني بإنجازات وقرارات سريعة. فشو قراءتك لذلك؟ أنا قراءتي المتواضعة، طبعا هؤلاء كلهم من جيل الأبناء ما شاء الله عليهم، وكلهم ممتلئ حماس ونشاط، ولكن كما قلت في السياق القضية لا ترتبط بالعطاء عند الشباب، ولكنها ترتبط بالقدرة على قيادة هذه النخبة وهذه الكوكبة من الشباب نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يؤكد دائما على أن المستقبل مرهون بالشباب، وهذه المهمة الصعبة التي أولاهم إياها هم قادرون على إنجازها. نحن الآن أمام نخبة من العلماء، نخبة من المدراء، نخبة من المخططين والمحللين القادرين على رسم ملامح هذا التحدي الجديد. التحدي الرقمي ليس تحديا سهلا، ولكنه يحتاج إلى عقول متفتحة. صحيح. ويحتاج إلى إدارة أساسية لإدارة هذا القطاع الأساسي الذي هو مستقبل العالم. مستقبل العالم مستقبل رقمي، ودبي والإمارات سوف تكون إن شاء الله المنصة القادرة على رفض كل هذه التجارب بكل النجاحات الممكنة. وطبعا إدارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ حمدان بن محمد قادرة على أن تعطي زخما أساسيا لتفعيل هذا البرنامج، ومن ثم تقديم الإمارات باعتبارها دولة صغيرة في الحجم والمساحة، ولكنها دولة كبيرة في العطاء والقدرة على ممارسة هذا العطاء على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي. جميل. طيب ذكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقال أن تعمل اليوم ضمن فريق واحد متكامل لجعل دبي أفضل مدينة في العالم ومن الاقتصادات الرائدة بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية دبي أكيد طبعا للميتافيرس. اليوم هناك اهتمام كبير بالميتافيرس، وستستضيف دبي أيضا في سبتمبر المقبل ملتقى دبي للميتافيرس. هذا كله يعني يرسم مستقبل بإذن الله آمن ومستقبل حديث وجديد. من خلال هذا الاهتمام ماذا نرى في السنوات العشر القادمة؟
حقيقة يعني كما قلت في سياق الحديث أن تسابق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فأنت يعني تقع في ماراثون صعب جدا جدا. هذه الشخصية الكاريزمية القادرة على رؤية المستقبل ورؤية التحدي، ومن ثم النفاذ للمستقبل بهذه القدرة من الإيمان بالعطاء، هذه يعني كاريزما صعبة جدا أن تفسرها. ولهذا في اعتقادي أن هناك إيمان حقيقي لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأن المستقبل سوف نصنعه نحن في الإمارات، سوف نصنعه نحن في دبي، سوف تصنعه هذه النخبة من الشباب. نحن نجمع العالم حولنا. هناك يعني فكرة بسيطة جدا سمعتها قبل أكثر من 20 سنة، أن الآن الإمارات وخاصة على مستوى دبي هناك استقطاب للعقول العالمية لتعطي وعطاؤها المثمر في هذه الدولة. استطاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن يطبق هذه النظرية بأن يستجلب أفضل الطاقات وأفضل الممارسات، ومن ثم تحويلها إلى نموذج يسمى نموذج دبي في العطاء، نموذج دبي في التنظيم، نموذج دبي في النتائج المبهرة. وقد تحققت الآن، أصبحت دبي أيقونة عالمية، وأصبحت الإمارات محط لنقول أنظار الجميع، الكل يحفو ويتمنى أن يزور الإمارات ليرى ما فيها من تقدم. أنا لا أتحدث هنا عن التقدم في جانبه الكونكريتي، عمارات وشوارع وبنية تحتية، ولكن أتحدث عن الإنسان الإماراتي، الشاب الإماراتي، الشابة الإماراتية. وأنتم تلاحظون مشاركة المرأة في كل قطاعات العمل الإماراتية، هذا هو إنجاز بحد ذاته. ونحن لدينا أرقام نتحدث بها العالم في مشاركة الشباب في كافة القطاعات، في المجلس الوطني، في مجلس الوزراء، وفي الجامعات، وفي الطبابة، وفي كل أماكن. هناك زخم شبابي لنقل مبهر تماما، وهناك التزام من قبل شباب الإمارات لرد جزء من هذا لنقل الجميل الذي أعطاه الوطن. أعطانا الوطن الكثير، وشبابنا قادر على أن يعيد بناء هذا المستقبل. القضية ليست في النجاح الوصول إلى القمة، ولكن القضية ترتبط بالقدرة على الثبات على هذه القمة والاستمرار. الحمد لله، نعم، والاستمرار. ونحن على مدى 20 سنة الماضية شاهدنا أن هناك إمكانيات هائلة جدا عند الشباب الإماراتي وعند المواطن الإماراتي، التصاقا بقيادته السياسية، ومن ثم تحقيقا لأهداف الوطن وأمال الوطن. صحيح. دكتور علي، لماذا برأيك الاهتمام بالتحول الرقمي وخاصة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله؟ هذه النظرة الثاقبة قبل 20 عاما، يعني قبل عقدين من الزمان، كانت تؤشر لهذا الحدث. أساسا هناك تحول رقمي، هناك نوع من محاولة ترك بصمة أساسية في قضية التخلي عن الأوراق، ومن ثم اللجوء إلى التطبيقات. نحن الآن نشاهد، نحن الآن نعيش في مدينة تكاد تكون كل خدماتها متكاملة عن طريق التطبيقات الرقمية، ومن ثم استخدام الحاسوب واستخدامها في إنجاز كل المعاملات. لا، المعاملة التي كانت يستغرق إنجازها ساعات أصبحت الآن تستغرق ثواني. وأعطيكم مثال بسيط جدا، ربما يتردد كثيرا ولكنه واقعي وحقيقي. قضية استخراج جواز سفر الإمارات لا يستغرق أكثر من 8 دقائق، وأنا عشت التجربة بشكل شخصي. في دول أخرى وتدعي أنها دول متقدمة ربما يستغرق استخراج جواز سفر أيام وربما أسابيع وربما أشهر. هذا الإنجاز الذي يتحقق إما عبر المنصات الرقمية أو عبر التطبيقات أو عبر الوصول إلى المكاتب، تجده متأصلا في قدرة الإنسان الإماراتي على استيعاب التكنولوجيا، ومن ثم تحويها إلى برامج عمل قادرة على أن تقدم نموذجا متميزا عن قدرة ابن الإمارات وقدرة القيادة السياسية في الإمارات على استيعاب كل تحديات العالم، التحديات الرقمية، التحديات العلمية، التحديات والمتغيرات، ومن ثم جمعها في صحرها في بوتقة واحدة تسمى بوتقة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم تقديمها كنموذج عمل للعالم برمته. جميل ده دكتور علي. يعني أيضا دبي والإمارات أصبحت اليوم محطة رئيسية للتكنولوجيا المتقدمة، وأيضا مختبر لنماذج العمل المستقبلية اللي تقوم على تصميم وإعداد الاستراتيجيات والسياسات في القطاعات الحيوية المختلفة. هل نشهد الآن الإمارات من مستهلك للتكنولوجيا وأيضا الصناعات والأنظمة الخارجية إلى الإمارات المطور والإمارات أيضا المبتكر والمصنع والمصدر إن شاء الله في القريب العاجل؟ ألو، نعم دكتور علي.
لا أعتقد أن هذا التحدي تقبله الإمارات، ولكن الإمارات قدمت نماذج أفضل من هذا بكثير. نحن في هذه المسيرة المباركة وبقيادة حكيمة من القيادة السياسية قادرون على أن نلج هذا المجال، ومن ثم أن نقدم فيه الكثير من العطاءات. نحن ومن هنا الرسالة تقول أن الشباب الإماراتي الجيل القادم من أبناء الإمارات وهم محظوظون أكثر من نحن بكثير، يعني نحن كجيل أنتم كشباب والشباب القادم محظوظون بوجود هذه الجامعات ووجود هذه المختبرات ووجود هذه القيادة السياسية التي تنظر إلى المستقبل بعين فيها الكثير من الأمل والكثير من العطاء. هذا التحدي في اعتقادي هو تحدي بسيط جدا ستخوضه الإمارات وستخوضه دبي، وتقدم من خلاله نماذج متميزة للعطاء الإنساني في كل المجالات. طبعا الصناعات التقليدية ربما تكون يعني محتاجة إلى الكثير من المواد الأولية، ولكن صناعات التكنولوجيا لا تحتاج إلى أكثر من عقول متفتحة شابة قادرة على أن تستوعب ما ينتجه العالم من تقدم، ومن ثم تحويله إلى أطر عمل، ومن ثم برامج عمل، ومن ثم منتج حقيقي يساهم في سعادة البشرية. دكتور علي الشعيبي، نحن نشكرك طبعا على هذه المداخلة وعلى هذا التوضيح بخصوص هذا الأمر. إن شاء الله نتمنى أن الإمارات تصل به إلى عالي القمم. شكرا لك دكتور علي الشعيبي، أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات. شكرا لك. شكرا. الله يحفظك يا رب.